ثلاثة. فبسم الله الرحمن الرحيم، أولا وقبل كل شيء كنوجه التحية للحضور الكريم، كنوجه التحية لجميع الفعاليات الرياضية اللي الحمد لله أتت هذا الفضاء هذا، وخير دليل أن نتأتت بهذه القامات الوازنة وبهذه الجمعيات اللي هي عندها رغبة ديال الإصلاح وديال التصحيح ديال المسار الرياضي. فمن طبيعة الحال هذا واحد الإنجاز اللي ربما حافز من الحوافز اللي يمكن يعطينا واحد الإضافة ويعطينا واحد الدعم معنوي اللي يخلينا نشتغلوا جميع من أجل الرياضة والرياضيين داخل المدينة ديال طنجة. وأول شيء اللي خصها تبدا به مدينة طنجة هو خص واحد الصلح الرياضي مع جميع الفعاليات الرياضية داخل هذه المدينة هذه. فمن طبيعة الحال هذه مدينة عندها تاريخ، مدينة اللي هي طنجة الكبرى، طنجة الكبرى خصها تكون بالكبرى الرجال ديالها بالنساء ديالها بالأطفال ديالها بالشباب ديالها من أجل إعطاء واحد الصورة اللي هي حضارية، من أجل المشاركة في التنمية اللي كتعيشها طنجة الكبرى. فإذا خص المشاريع كاملة تمشي في التوجه ديال الرياضي الأول. فمن طبيعة الحال حنا كأبناء هذا الميدان هذا ما علينا إلا نشاهدوا، ما علينا إلا نشتغلوا، ما علينا إلا نتقوا ونفتشوا ونبحثوا من أجل تصحيح واحد الوضع اللي هو وضع شد، وضع اللي هو كيحز في نفسنا، لأن ملي كنشوفوا الإقصاء ديال الرياضي، معاناة ديال الرياضيين في مدينة طنجة كيحس في نفسنا. نتمنى إن شاء الله بحول الله تكون نتيجة إيجابية بإذن الله. شكرا. الله يبارك فيك.